القوات العراقية تواصل تقدمها هذا الجمعة في إطار معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش بعد دخول المعركة شهرها الثاني. القوات العراقية تمكنت من السيطرة على قرى عدة، منها قرية عمركان التابعة لناحية نمرود ضمن المحور الجنوبي للموصل. إلا أن القوات العراقية تواجه مقاومة شرسة من قبل تنظيم داعش، خاصة في شرق المدينة، حيث فجر التنظيم سيارات مفخخة وسط منازل المدنيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في حي التحرير. وفي غرب الموصل لا يزال الحشد الشعبي يواصل عملية تطهير مطار تل عفر لتأمينه بشكل كامل من عناصر تنظيم داعش. وتتزامن هذه المعارك في مدينة الموصل مع توافد الملايين من الزوار إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم زيارة الأربعين، والتي تصادف مرور 40 يوما على مقتل الحسين الإمام الثالث لدى الشيعة، ويصادف موعد الزيارة هذا العام يوم الأحد المقبل.